في ناس يسألون مثلا في الحمام تكرم يقول بسم الله ولا لا؟ ممتاز. الحمام نوعين الآن، في حمامات تصير المغاسل خارج الحمام، لكن مكتوب عليه حمام، لكن جهة المغاسل وجهة المراحيض. طيب، فهذا ما في مشكلة، عندما يدخل المرحاض يخرج يقول بسم الله، ما في مشكلة لأنه خارج المرحاض. لكن إذا قلنا إن المغسلة داخل الحمام مع المرحاض، خاصة حمامات البيوت نتكلم مثلا، فتكون المغسلة داخل الحمام. أما إذا كانت المغسلة خارج الحمام الأمر سهل، لكن إذا قلنا المغسلة داخل الحمام الأفضل أن يقول بسم الله قبل أن يدخل، قبل أن يدخل الحمام، طالما أنه يريد أن يتوضأ بعد قضاء حاجته يقول بسم الله قبل الدخول. مثلا أنا أريد أن أدخل الخلاء الآن، أريد أن أقضي حاجتي وأريد أن أتوضأ، فماذا أقول؟ أقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله. بسم الله الأولى لستر عورتي عن الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن، بسم الله. ثم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه لأتعوذ بالله من شر الجن، ذكرانهم وإناثهم. ثم بسم الله الثانية أقولها للوضوء، هذا قبل الدخول.